ما هي رزية الخميس؟ قال ابن عباس: يوم الخميس يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه، فقال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا؟ فقال بعض الصحابة: كعمر حسبنا كتاب الله. وقال العباس: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا. فاختلفوا فطردهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول وبيننا نكتب لأصحاب ذلك الكتاب.